صباح الخير، اهلا بيكم مشاهدينا وحلقه جديده وبرنامج مصر جميله. زي ما احنا بنقول كل يوم وكل ساعه وكل دقيقه ان مصر جميله بالناس اللي فيها وبالاحداث اللي بتحصل على ارضها. الحمد لله كل الاحداث جميله. شهر اكتوبر كمان شهر جميل وعظيم، على مدار الشهر كله بنحتفل بنصر اكتوبر العظيم. السنه دي 48 سنه، ان شاء الله نفضل نحتفل بيه على طول. كمان شهر اكتوبر او نصر 6 اكتوبر بنحتفل بيه مرتين في السنه، مره ميلادي ومره هجري، يعني بنحتفل على مدار السنه كلها. النهارده هنتكلم مع حضراتكم عن موضوع مهم جدا. امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيفتتح احدى المشروعات الخاصة ببناء السكن البديل. كان بيتكلم عن المشكلة السكانية وان طول ما المواطنين بيزيدوا في النمو السكاني ده بيأثر على خريطة التنمية، وبيقول كمان اننا ماشيين بقدرة ربنا او بدعم الهي، بس كمان حذر المواطنين ان ما تعتمدوش على الدعم الالهي بس وتبدأوا انكم تزودوا في الاطفال او في النمو السكاني، لان كده مهما اتعملت مشروعات مش هتكفي احتياجات المواطنين، لان كل المواطنين لما بيزيدوا بيحتاجوا مستشفيات اكتر، مدارس اكتر، خدمات اكتر، كمان اتاحة فرص عمل اكتر، وده مش هيتوفر طول ما في نمو سكاني غير محسوب. كمان وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين قباج قالت ان في بعض المحافظات عدد الاطفال فيها او عدد الاسرة بيزيد من 5 و6 و7 و8 افراد، وده طبعا بيبقى محتاجين ان احنا نوفر لهم الدعم والعلاج والتأمين الصحي والتأمين الاجتماعي وخدمات كتير قوي مش هنقدر اننا نقوم بيها طول ما العدد في الأسرة بيزيد. قالت ان المحافظات دي منها أسيوط والمنيا والبحيرة والشرقية. قالت ان الدولة بتقوم بالخدمات على قد ما تقدر، لكن لازم كمان الشعب يكون واعي وعارف ازاي ان هو يقدر يساعد. ده كان الموضوع اللي بنبدأ بيه حلقتنا. زي ما قلنا لحضراتكم حلقتنا دايما متفائلة، علشان كده النهاردة عندنا فقرتين. الفقرة التانية فقرة مهمة جدا، هنتكلم فيها عن العصا البيضاء والاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء للمكفوفين وضعاف البصر. أما الفقرة الأولى فهي فقرة هايلة جدا أنا منتظراها وهنتمنى أن حضراتكم تسعدوا بيها معنا. عندنا أوركسترا كاملة في الاستوديو، هنتكلم عن أغاني أكتوبر، هنتكلم شوية صغيرين لكن هنسمع أغاني كتير، هنسمع ونفتكر ونعيش لحظة النصر وأكتوبر، وربنا يسهل ونفضل دايما في لحظات النصر. هنستنى حضراتكم بعد الفاصل اللي جاي. اهلا بكم مشاهدينا مره تانية، رجعنا لحضراتكم عشان نبدا حفل اكتوبر اللي احنا عاملينه صغنن عندنا في الاستوديو. ضيوفنا اللي منورينا في الاستوديو اللي هنتكلم معاهم عن الاغاني الوطنيه وهنسمع منهم كتير قوي اغاني وطنيه، المايسترو مدحت حميده عازف الاورج مع امير الغناء العربي هاني شاكر وصوت مصر الفنانه ناديه مصطفى، كمان المطربه داليا عادل والمطرب سعيد مختار. هما ضيوفنا اللي منورينا النهارده في الاستوديو، وهنبدا على طول قبل ما نتكلم هنبدا غنى. المايسترو اختار ان استاذ سعيد هو اللي يبدا، فهنسمع ايه؟ هنقول طبعا عاش اللي قال الكلمه بحكمه في الوقت المناسب. طبعا دي الاغنيه. يلا بينا. عاش اللي قال، عاش اللي قال الكلمة بحكمة وفي الوقت المناسب. عاش 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 اللي قال، عاش اللي قال لازم نرجع أرضنا من كل غاصب. عاش عاشوا العرب اللي
ليلة أصبحوا ملايين تحارب. عاش 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 اللي قال عاش اللي قال الكلمة بحكمة وفي الوقت المناسب. عاش 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 مفيش محال عاش اللي قال للرجال عبد القناة. عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال. عاش اللي قال يا مصرنا مفيش محال عاش ليك ابنك. عاش 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 اللي حبك. عاش 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 ليك ابنك. عاش 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 اللي قال لازم نرجع أرضنا من كل غاصب. عاش عاشوا العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين تحارب. برافو برافو برافو، من الاغاني الرائعه يعني عبد الحليم ابدع في الاغنيه والكلمات والالحان طبعا. يعني استاذ مدحت، الاغاني الوطنيه اختلفت زمان عن النهارده؟ طبعا اختلفت في الكلام وفي اللحن وفي كل حاجه. وبعدين حتى في سبب وجود الاغنيه نفسها يعني. أيوه. احنا زمان كنا في حاله حرب وكنا لازم نعمل اغاني وطنيه تتماشى مع الحالة السياسية يعني. أيوه. احنا دلوقتي في مرحلة بناء وتعمير وبناء وتطوير. مصر جديدة وجمهورية جديدة، فلازم الكلمة تختلف واللحن يختلف. وبعدين ما بقاش فيه كمان المطربين اللي يأدوا الألحان التقيلة اللي كانت بتتعمل. أيوه. كانت ألحان تقيلة وكلام تقيل ويعني كلام عميق بالزبط. وفي نفس الوقت سهل ممتنع يعني بالزبط. وكلنا حافظينه، بدليل اننا بعد 48 سنه لسه بنغني الاغاني اللي كانت من 48 سنه. الاغاني دي اتعملت يوم الحرب نفسها. أيوة. مش قعدوا يحضروا، لا ده جم وباتوا في الاستوديو وفضلوا سهرانين يعملوا الاغاني ديت، سواء عبد الحليم او ورده اللي هنستمع على الربابه بغني من داليا دلوقتي. كانوا يعني بيتعبوا في الأغنية وفي نفس الوقت لغاية عايشة لغاية النهاردة الأغاني أكيد كلها. طيب يعني مدام داليا هتقول لنا على الربابة بغني، يبقى يلا يا داليا قول لنا القصة بتاعت الأغنية دي. أنا عارفة إن كانت الفنانة وردة والفنان بليغ حمدي في الاستوديو، وكان الكاتب الكبير الإذاعة الكبير حلمي بطيشة عمر بطيشة كان لسه راجع مراسل عسكري، ووقف لهم في الاستوديو قدامهم عشان وهي بتغني تستلهم الحالة. فيعني من غير بقى اي حاجة انت استلهمي الحالة وسمعينا بإذن الله. حلوة بلادي السمرة بلادي الحرة بلادي سمرة حلوة بلادي السمرة بلادي الحرة بلادي سمرة وانا على الرباب بغني مملوكش غير اني اغني واقول تعيش يا مصر يا مصر. وانا على الرباب بغني مملوكش غير غنوه امل للجنود امل للنصر ليك يا مصر وليك يا مصري ليك يا مصر. غني وغني غنوه الحريه قول معايا يا شعب تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. حلوة بلادي السمرة بلادي الحرة بلادي سمرة حلوة بلادي السمرة بلادي الحرة بلادي سمرة وانا على الرباب بغني عاشق ومغني وايه حكون جنبها
عشقك يا مصر وانا للربابة بغني وانت اللي ما بتنسي الشهيد صدر بدم عالتراب الحرب فداكي يا مصر فداكي فداكي يا مصر فداكي يا مصر حلوة بلادي السمرة بلادي الحرة بلادي السمرة بلادي حلوة بلادي السمرة بلادي الحرة بلادي السمرة حلوة بلادي السمرة بلادي الحرة بلادي السمرة برافو 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 هايلة يا دالي. يعني احنا واحنا بنتكلم هما الحقيقه طلبوا ان هما يغنوا، فيعني حضرتك اللي هتتكلم معايا واستاذ سعيد داليا مش عايزه تغني مش عايزه تتكلم عايزه تغني بس. طيب استاذ سعيد يعني حضرتك زي ما احنا اتكلمنا قبل كده كانوا الفنانين بيروحوا في الاذاعه في نفس اليوم يالفوا ويلحنوا ويغنوا ويسجلوا ويذيعوا الاغنيه. كمان كانوا بيتنازلوا عن اجورهم علشان الاغنيه تطلع بابسط التكاليف. حضرتك شايف ان ده ممكن يحصل دلوقتي ولا زمان هم كان عندهم حب للوطن ولا الاحداث زي ما دكتور مدحت قال لنا؟ هو حب الوطن موجود في كل الازمنه. بس هو كان يعني احنا في الفتره اللي حضرتك بتتكلمي فيها زي ما قال طبعا مايسترو مدحت ان احنا كنا عايشين دايما في حالات استنفار. ايوه وحروب، يعني مصر خاضت 5 حروب على مدى اكتر من 50 سنة 60 سنة من 48 و56 و67 والاستنزاف والعبور، فكان في دايما الحافز للعطاء الفني اكتر منه للمقابل المادي يعني. انما حاليا دلوقتي اصبح العنصر المادي يعني متغلب شويه عن الحس الوطني. ده معلش ده رايي الصريح يعني، لان انا برضو في المجال انا والمايسترو مدحت طبعا اكتر من سنين طويله في المجال، فاحنا عارفينه وجوه المطبخ فحاسين ان احنا زمان كان في مصداقيه اكتر في العمل نفسه من حيث الكتابه من حيث اللحن من حيث الاداء. الاصوات نفسها اختلفت يعني بدايه من يعني الوطنيات من ايام سيد درويش. قوم يا مصر يا مصر دايما، واسلام يا مصر السفر بلادي عالي، بلادي 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 للسلام الجمهوري، وبعدين مرورا بقى بعبد الوهاب وام كلثوم والجيل بقى بتاع الخمسينات محمد قنديل عالدوار يعني احنا بنفتقد الحياه دلوقتي. اختلفت والفنانين اختلفوا وفي نفس الوقت الحاله اختلفت، يعني الحاله ده زمان ده كانت بتشجع على العطاء بالزبط. لكن دلوقتي الفنانين بيغنوا في حب الوطن وفي حب البناء، لكن ما فيش ما يستدعي انهم يتنازلوا يعني الاغنيه الحماسيه. هو لو الامر استدعى هيتنازلوا عن اجورهم بدليل انهم بيطلعوا في اعلانات توعويه واعلانات تبرعات وكده برضو متنازلين عن الاجور. طيب استاذ مدحت هنسمع ايه؟ هنسمع لف البلاد يا صبيه. يلا بينا العزه. عمرك يا حلوة اللي تاه واللي انسلب، كان مهري أغلى من الحياة ومن الذهب. مهرك يا حلوة اللي تاه واللي انسلب، كان مهري أغلى من الحياة ومن الذهب. كان عمرنا كان أرضنا كان دمنا، كان عمرنا
جابوه يا فرحتك ساعة ما يجوا يقدموا ويغنوا للفجر اللي في عينيك اتولد. ده النصر مهرك، النصر مهرك والعريس ابن البلد. برافو. يعني 48 سنة عدت على الأغاني دي، لكن في أجيال اتولدوا بعد حرب أكتوبر بسنين لكن بيعيشوا معانا الحالة من الأغاني اللي بتتقدم. حضرتك شايف إيه السر في إن الأغاني ما زالت مستمرة؟ إن الأغاني دي معمولة بروح عالية وإخلاص في العمل وحب للوطن وحب لمصر، فلازم تطلع طالعة من القلب. أيوة. فلازم توصل للقلب للمستمع والأجيال اللي جاية، لأن أيوة. لحن بسيط وسلس وفي نفس الوقت سهل ممتنع. وبيعبر عن نصر أكتوبر، وبيعبر عن أي نصر بنمر بيه في حياتنا، وبيعبر عن إحساسنا بحب بلدنا، وبتسجل الحالة. يعني ده يعتبر زي تسجيل للتاريخ. أيوة. لما بيقول طاروا الولاد زي النصوص، يعني بيوصف حالة الحرب والعبور واللي حصل فيها، فبيعتبر وصف غنائي. بالظبط كده، وصف غنائي دقيق. ده اللي هتوصف لنا ايه بالغنى الدقيق دلوقتي؟ هنقول حبايب مصر. طيب حلو قوي، يلا بينا. حبايب مصر كتير. ايوه طبعا. يلا بينا. مطلوب من كل وطني، من كل وطنية، مطلوب من كل مصري، من كل مصرية، مطلوب من كل وطني، من كل وطنية، مطلوب من كل مصري، من كل مصرية، من كل أم، من كل أخ، من كل أخت. منقولش إيه هدتنا مصر، منقولها ندي إيه لمصر، منقولش إيه هدتنا مصر، منقولها ندي إيه لمصر. مصر 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 يا حبايب مصر، حبايبنا. Thank you.
وراها مشينا وقلوبنا لو عدش نلها بيروينا مصر النجاة مصر السفينة أغلى أمانة في إيدين أمينة مصر النجاة مصر السفينة كل أم من كل أخ من كل أخت منقولش إيه هتتنا مصر بنقولها ندي إيه لمصر منقولش إيه هتتنا مصر ونقولها ندي إيه لمصر يا حبايب مصر 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 يا حبايب مصر حبايبنا والله هايلة. أنا بشكركم نورتونا وأسعدتونا وجودكم معانا. كان احتفال صغير بنصر أكتوبر، إحنا على مدار الشهر بنحتفل كل يوم الحقيقة، إن شاء الله نفضل نحتفل سنين كتير. ضيوفنا اللي كانوا منورينا المايسترو الأستاذ مدحت حميدة عازف الأورج مع الفنان الكبير هاني شاكر والفنانة نادية مصطفى، كمان المطربة الأستاذة داليا عادل والمطرب الأستاذ سعيد مختار. نورتونا وأسعدتونا وكل سنة وحضراتكم طيبين. بكده خلصت فقرتنا الأولى اللي قلنا لحضراتكم عليها. دلوقتي حبايب مصر الجميلة كلهم هيستنونا عشان نتكلم عن العصا البيضاء. رجعنا لحضراتكم، والحقيقه قبل ما نرجع لحضراتكم انا كنت بتكلم، ما كنتش قادره ان انا اسكت، كنت بتكلم على الاستاذ اسلام والاستاذه اقبال. هنعرف حضراتكم عليهم حالا، هما ضيوفنا اللي منورينا عشان نتكلم عن اليوم العالمي للعصا البيضاء. هنتعرف على العصا البيضاء واهميتها. ضيوفنا اللي منورينا الاستاذه الدكتوره اقبال الصملوطي عميد المعهد العالي للخدمه الاجتماعيه سابقا ورئيس مجلس اداره المركز النموذجي لرعايه وتوجيه المكفوفين. برحب بحضرتك يا دكتور، منورانا. كل سنه واحنا طيبين جميعا. كل سنه وحضرتك طيبه. كمان ضيفنا اللي منورنا الاستاذ اسلام محمد ابراهيم موظف بالمركز النموذجي للمكفوفين. برحب بحضرتك يا استاذ اسلام، كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه والمشاهدين بخير، ربنا يخليك، شكرا. هنبدا كلام مع الدكتوره اقبال، وعايزه حضرتك تقولي لي مركز رعايه المكفوفين النموذجي ايه الدور اللي بيقوم بيه في خدمه المكفوفين وضعاف البصر؟ اولا شكرا للاستضافه وكل سنه واحنا طيبين جميعا. المركز النموذجي للمكفوفين هو اول مركز يرعى ويؤهل ويدرب ويثقف من يعانوا من قف البصر، هم وأسرهم. وبنبدأ من رعاية الأطفال. إحنا عندنا 7 مجالات لرعاية وتأهيل المكفوفين. بنبدأ من رعاية الأطفال من سن 3 سنوات إلى ما شاء الله المرحلة الطفولة المبكرة، بنعدهم للالتحاق بالمدرسة، سواء بقى تدريب على استخدام حواسهم أو رعايتهم نفسيا وتأهيلهم، تأهيل أسرهم لكيفية التعامل معهم، ونؤهلهم لدخول المدرسة اللي برضو تابعة للمركز. المركز له مدرسة في ترعة الجبل، فيها إقامة داخلية، فيها رعاية كاملة تعليمية وتثقيفية وترفيهية. عندنا أكبر مطبعة في برايل، الطباعة البارزة. إحنا الحمد لله يعني بنطبع كتب وزارة التربية والتعليم، بنطبع القرآن الكريم، ويمكن لسه في السعودية طلبة مننا طباعة للأخوة المكفوفين. عندنا مركز تأهيل تكنولوجي، وان شاء الله نرجو الله يعني ان احنا يقدرنا بتطويره، سواء من حيث البنيه التحتيه او المدربين.
لسه كنت بكلم مع اسلام انه في العديد خارج المركز احنا محتاجين ندربهم ونأهلهم للعمل. أكيد. لانه فلسفه التشريعات الحاليه اللي احنا بنفخر بيها الحقيقه، سواء دستور 2014 سواء قانون رقم 10، بينظر للاشخاص ذوي الاعاقه ليسوا فقط بشكل حمايه او دعم، ولكن كقوه مستقله تستطيع ان تعتمد على نفسها وتؤدي دور ملموس في تنميه الجمهوريه الجديده، لانه هم لا يقلوا اي شيء بل بالعكس يمكن يزيدوا، عندهم ببعض قدرات خاصة غير عاديه طبعا، هم ذوي القدرات الخاصه ده حقيقي، قد يعانوا عشان نبقى واقعيين من كف في حاسه معينه او قدره، ولكن ربنا بيعوضهم بقدرات اخرى ليست منظوره لدينا ولكن يمكن استثمارها. عندنا ملعب كره الجرز، عندنا فندق للاقامه للاعبين الرياضيين والفرق الرياضيه، عندنا مركز تثقيف ويعني اقول ترفيه رياضي وكذا في مكان اخر، عندنا ست وحدات اسمها تاهيل بيئي، لانه احنا الفئه دي صعبه انها تنتقل من مكان لاخر. أيوة. فعندنا اماكن فيها اخصائيين اجتماعيين في اماكن تواجد الاشخاص دي، ومع ذلك انا بحلم بحاجات كثير، لان هذا المركز كان في يوم من الايام رائد على مستوى الوطن العربي. هو احنا لازم نحلم، لو بطلنا نحلم نموت. فلازم نستمر في الحلم. لا واحنا كمان احنا نقدر نضيف ان احنا كمان في المركز عندنا حضانه اسمها مزدوج الاعاقه. ايوه. احنا بنرعى الاشخاص اللي هو عنده اعاقه ذهنيه وبصريه مع بعض. احنا بنسميها حضانه، ان هو بيفضل طفل زي ما هو، بس الاعاقه البصريه بتخليه طفل زي ما هو بس كفيف. احنا بنأهله وبنأهل اسرته ازاي يتعاملوا معاه، وبنحاول على قد ما نقدر بس يعني ان احنا نطوره يعني بشكل، بس خلي بالك ان احنا الموضوع ده بنصرف عليه فلوس كتير. اكيد. ومحتاجين دعم لده. يعني انا هقول لحضرتك على حاجه، المكفوفين او العميان زي ما انا يعني بشوف ان ده اصلح، العميان ما بقوش زي زمان. احنا بقى عندنا شريحة كبيرة او مثقفين متعلمين بيشتغلوا في شركات كبيرة في مناصب كويسة، بس كل الموضوع الدعم. احنا بقينا التكنولوجيا خلت اي حاجة تنطق، وطالما هي نطقت انا وصلت لها، وبقى في ما بيني وما بينها كونكت، تليفون موبايل اي حاجة، ده يعني اي جهاز حتى العصيان اللي احنا بنستخدمها بقى في منها اندرويد وبتوصل على التليفون، وبتقدر تقول لك المسافه حواليك ايه، تقدر تمشي ازاي، كل ده بقى عن طريق التكنولوجيا كويس قوي وواضح. احنا عايزين بجانب على فكره قانون 10 ضاف للمعاقين كتير قوي، طلعهم قدام شويه كتير، بس ناقصنا شويه حاجات، الحاجات دي لو كملت احنا هنبقى يعني متكاملين زي ما بيقولوا، وانا مش شايف ان في حاجه اسمها اعاقه، يعني انا ده رايي ان كل واحد فينا عنده اعاقه. أكيد. تمام؟ احنا عندنا 24 قراط واخدينهم، فكل واحد فيهم لازم يواجه بنفسه ايه الديفو او العيب اللي فيك عشان نقدر نتخطاه. انت ايه مؤهلك يا اسلام؟ انا لسانس اداب تاريخ عين شمس. تمام؟ 2012. طب وريني العصايه بتاعتك بقى. اتفضلي حضرتك، دي العصايه البيضاء. اشرح لي بقى. دي المفروض العصايه البيضاء. العصايه دي بس انت ملونها، عاملها علم مصر. طيب. يعني الفترة اللي فاتت حضرتك كن يعني ايه هرمون الوطنية كان عالي. ايوه. بجد يعني عايزين نستمر. يا ريت. يا ريت. على فكرة ده بيضيف. طبعا. يعني بيضيف للناس كتير، يعني على الاقل هرمون الوطنية بيخلي فيه اخلاق برضو. طبعا. صدقيني والله والاخلاق بتعلى. احنا هنتكلم الاول العصاية دي ليه تواجدها وتواجدت امتى. طيب. اللي صنعها اصلا كان اسمه العالم الاعمى اللي هو متياس فوكس. ده كان مصور الماني، تمام، وكف بصره. فابتدى ان هو عايز يتعامل وعايز يروح وعايز يجي، فابتدى ان هو يعمل عصايه بيضه. وخلى اخر عقله من تحت، تمام، دي اربع عقل. ايوه. تمام.
وممكن بقى انت بتستخدمي بقى على حسب الطول، انت عايزها طولها قد ايه وشكلها. ولو حضرتك تشوفي ده، دول كعب، ده حاجه اسمها كعب، ده جديد احنا يعني ايه كاوتش عشان ما تزحلقش، ما تمشيش كده، ما تتزحلقش وانت ماشي. مكياس فوكس سنه 1921 عمل اكتشف العصايه دي وخلاها بيضه، وخلى اخر عصايه فسفوريه من تحت عشان الضوء بتاع اي عربيه جايه يقدر يبقى عاكس يبقى شايفه. وخلى العصايه بيضه على خطوط الطريق نفسها. تمام. العصايه دي فضلت تتطور. لو جينا نقول ان مكياس فوكس سنه 1921، احنا دلوقتي في 2021، دلوقتي العصايه دي اندرويد. تمام. تقدر توصل على الموبايل، توصل على الموبايل، تقدر تعمل بيها اي حاجه. احنا بقى في المركز النموذجي احنا بنصنع العصيان دي. تمام. احنا من يعني تكمله لكلام الدكتوره، احنا زي ما بيقولوا ايه، المفروض احنا قبله العميان في مصر. تمام. الفتره اللي فاتت دي احنا ابتدينا في دروبات كتيره حصلت في المكان، اتاثرت علينا فنيا وماليا. تمام. انا بعد ما كنت بقدر اصنع العصايه ووفرها بشكل سلس قوي وبسعر رخيص للكفيف اللي يجيلي، دلوقتي انا عشان الماتيريال او الماده الخام تكاليف الانتاج زادت قوي. يعني انا دلوقتي لما اجي لوح الكفيف واقول له العصايه دي ب 150 جنيه، هو ال 150 جنيه مش رقم، مش فلوس، بس هو بالنسبه لحد هو دخله قليل وعلى قده لا يحسبها. لا طبعا ال 100 جنيه بتفرق بالزبط. من شخص لشخص وحسب احتياجه. بس انا عايزك تكمل الكلام عن العصايه يا اسلام لو سمحت. تمام. انت قلت لي اربع عقل. تمام. ومن تحت الكاوتشه دي عشان ما تتزحلقش. بتتني بقى. يعني حضرتك زي ما حضرتك، عشان انا لو داخل مترو مثلا خلاص هي كده بقت في ايدي ملمومه. تمام. وفي اصغر من كده كمان بتتحط في الجيب. تتلم اكتر. بتتلم اكتر برضه، بتبقى اربع عقل بس، أربع بتخش عقل. بقى زي اريال التلفزيون بتاع زمان كده بالظبط، بتدخل لجوه بتخش في منها تصميم بتبقى نصين بس كده. تمام. ومدخلها كلها جوه بعضها، بيبقى نفس بتبقى الطول ده بالظبط، بيبقى طول العقلتين دول. ما تخش كلها جوه بعضها. في اكتر من تصميم للعصايه. تمام. العصايه دي مهمتها اصلا ان هي تعرف اللي قدامي ان انا بلايند، ان انا اعمى. ساعدني انا حقيقي. مش لوجيك او مش طبيعي، خلي بالك، ان انا امشي لوحدي بعصايه في الشارع. ده مش يعني ايه، لا انا كده هتاذي. لازم يكون بيساعد. من اهم ميزه العصايه ان هي اللي قدامي، ان انا محتاج مساعده. انا هتحرك، هعدي، همشي، الكلام ده كله. تمام. هي الحقيقه يعني هي لها هدفين، هدف مزدوج، هدف للكفيف البصر انها بتحسسه انه قادر على الحركه وسط بيئه مفتوحه دامجه. ايوه، دوشه وزحمه وناس كتير. وبرده رساله للاخرين بانهم يراعوا او يساعدوا هذا الانسان. انا عايزه من حضرتك رساله برده للناس اللي بتشوفنا احتفالا باليوم العالمي للعصا البيضاء. انا بقول ان الاحتفالات دي اهميتها هي ان احنا بنثير الوعي باهميه دعم ودمج الاشخاص ذوي الاعاقه، وليس بالشاعر العطف ولا لا ابدا، هي بالدعم زي ما قال اسلام. وانا بفخر بينا اسلام من احد النماذج من عشرات النماذج المشرفه طبعا. احنا عندنا نماذج مشرفه جدا بتشتغل في كل المهارات الحرفيه وغيرها خارج المركز، واتمنى ان اقدر ادخلهم المركز بمزيد من تنميه مهاراتهم وكذا. احنا عايزين دمج حقيقي للاشخاص ذوي الاعاقه، عايزين دعم حقيقي ينمي قدراتهم ويديهم فرص للعمل وان يشعروا انهم في حياه طبيعيه مع غيرهم، ويمكن احسن من غيرهم حقيقي. أكيد. لما قعدت معهم انا يعني الحقيقه توليت رئاسه المجلس من سنتين فقط، لكن عرفت منهم انهم قادرين فعلا
وليس يعني كلاما على العطاء والإنتاج والمحبة والاحتواء أكتر كتير كتير من غيرهم من أشخاص غيرهم من أشخاص عاديين. أنا مش بحب أقول كده لأن كلنا عاديين وكلنا أسوياء غير عاديين عشان هم فعلا يعني فعلا قادرون باختلاف طبعا طبعا الحمد لله. يعني إحنا أشخاص عادية في مننا كتير بالزبط. لكن هم أشخاص نادرة. عندهم قدرات خاصة أي. عندهم موهبة خاصة عندهم بصيرة بيعتمدوا عليها ودايما ماشياهم في الخط الصحيح صح. يعني إحنا حتى رؤيتنا ساعات بتمشينا في خطوط غلط لكن بصيرتهم دايما ماشية بيهم في الاتجاه الصحيح. إسلام أنت شايف أن الدمج مهم جدا ما بين ذوي القدرات الخاصة والناس العادية؟ هقول لحضرتك حاجة هو قولي ده بس لازم. بسرعة هو ده لازم فضل. ليه؟ أن أنا لو أنا ما عملتش كده هيبقى عندي شريحة عندها مشاكل نفسية وغاضبة جدا 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 مش تستفادي منه بأي حاجة هيبقى سلبي جدا هيبقى دايما دايما ناقم عن المجتمع ناقم على اللي حواليه وممكن كمان يوصل لمرحلة أن هو ليه أنا ربنا عمل فيها كده هو لازم نوصل للناس دي لازم لازم نحطهم إحنا أنتوا لازم نوصله العمى مش إعاقة على فكرة في وسط مجال المعاقين اسمه انزه الاعاقات هو العمى انت بتروح وبتيجي وبتعمل كل حاجة وبتتكلم الفكرة كلها ان يبقى فيه دعم للدمج دي اهم كلمة بس. انا هختم بيها حلقتي دعم للدمج بس بنشكر ضيوفنا لا حابة اقول بس استكمالا لرسالة اسلام انه الحلم اللي كلمت حضرتك عليه اني لازم انزل القرى والنجوع والمناطق النائية اللي بيعتبروا المعاق ايا كان وخاصة كف البصر انه وصمة فلابد ان ننشر الوعي بعكس ذلك ونخرج ذوي الإعاقة دي إلى الحياة لأن أنا بشوف في القرى ولما بلف كتير إنه مقفول عليهم الباب بيكسفوا منهم إحنا بنضم صوتنا لصوت الدكتورة إقبال إن أي حد عنده قدرات خاصة هو مش وصمة بالعكس هو شخص عنده طاقات يعني لسه ما تمش اكتشافها لو قدرنا اننا ندور عليها هنكتشفها بشكل ايجابي. ضيوفنا اللي كانوا منورينا الاستاذه الدكتوره اقبال الصملوطي رئيس مجلس اداره المركز النموذجي لرعايه وتوجيه المكفوفين وكمان الاستاذ اسلام محمد ابراهيم موظف بالمركز النموذجي للمكفوفين. بكده خلصت مع حضراتكم حلقتنا النهارده من مصر جميله ودايما مصر جميله كل يوم.